اهلا بيكم معنا في موقع اوكازيون وعوده لجيل الطيبين. طبعا الجيم بوي ده خطير جدا، مين فاكره من جيل التسعينات الجيم بوي الشهير بتاع الطيبين. طبعا رجع دلوقتي جديد في جديد على موقع اوكازيون.com، الطلب حصري وباقل سعر في مصر. تعال نشوف مع بعض ونفتكر الذكريات الجميله مع بعض. زمان والوان مختلفه طبعا، ومعانا اللون الاصفر في الاسود، السماعه بتكون في الظهر، وطبعا الجهاز بيشتغل بحجرين، الحجار اللي هي العاديه مش حجار الريموت، الحجار اللي هي القديمه بتاعه زمان اللي هي التخينه دي، وبتقعد معاك طبعا وقت اطول. طبعا كلنا نفسنا نسمع صوت القديم اللي كان بيجننا، كنا بناخد العاديه ونشتري الجهاز ده وهو اللي كان بيسلينا زمان. تعال نشغله ونسمع الصوت مع بعض. حاجة ملهاش حل طبعا. على العاب كتير، بغير الالعاب من هنا. طبعا لعبة سباق السيارات بتاعتنا بتاعت زمان، نخش على اللعبة عن طريق الاس بي ده. حبيت اعمل ريسيت، بضغط على الزرار ده اجيب الالعاب اللي هي الاولانية خالص، وده الصوت لو انا حبيت اكتم الصوت ما بقاش فيه صوت في اللعب. وده زي ما قلت لك اللي بدخل على اللعبه بيه، يعني دي لعبه مثلا بدخل على من هنا، والاسهم طبعا والزرار ده. طبعا حاجه بسيطه جدا. انا بلعب حبيت اوقف اللعبه، واقفل واشغل لو انا حبيت، او ريسيت من هنا واختار العاب ثانيه. ممكن اللعبه دي جميله قوي. حبيت اسرعها طبعا، لو فاكرين التركيه دي لما بتنزل هنا بضغط هنا الكره بتسرع معايا اهي، بدل ما هي بطيئه كده اهي. لعبه برده حلوه، حبيت ارست. كان فيها العاب كتير قوي ولسه موجوده، فيها العاب كتير قوي قوي، دي برده كويسه جدا. اكتبوا لنا في كومنتات مين فاكر الجهاز ده. والجهاز ده بيطلع هديه مع اي اتاري ماريو بتطلبه من موقع اوكازيون، بيطلع هديه. وكمان لو مش عايز ان انت تشتري اتاري ماريو، عايز تشتري الجهاز ده نفسه، سعره اقل سعر في مصر على موقع اوكازيون، وتقدر تستلمه من اقرب محطه مترو او لغايه البيت. وطبعا التجربه قبل الاستلام، رابط الشراء اسفل الفيديو في التعليقات.